يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، جلست في المستشفى قرابة أسبوعين ولم أستطع المشي خلال هذين الأسبوعين، وليس عندي من يساعدني على الوضوء أو يوجهني للقبلة، فكنت أصلي على حالتي، هل صلواتي صحيحة أم علي القضاء؟ جزاكم الله خيرا. لا قضاء عليك وصلاتك صحيحة والحمد لله. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. فما دمت قد صليت على حسب قدرتك واستطاعتك فالحمد لله، قد أديت الواجب عليك.